بسم الله الرحمن الرحيم توصيات حملها الشيخ الوالد إلى أجالي المسلمة في أمريكا وعموما في البلدان الغربية التوصية الأولى هي حفظ الوحدة بينهم بالوحدة يستطيعون أن يحصلوا على حقوقهم وأن يعملوا على ازدهار مستقبلهم وتحصيل حقوقهم التوصية الأخرى هي للنساء المؤمنات أن يحفظن على حجابهن وعفافهن الحجاب لا يمنع المرأة المسلمة من النشاط الاجتماعي بل الحجاب عز وشرف للمرأة المسلمة والتوصية الأخرى للشيخ الوالد هي تربية الأطفال الأطفال أمانة في عنق الوالدين ولا بد من الوالدين الاهتمام بتربية الأولاد الحياة في هكذا بلدان تختلف عن الحياة في البلدان الإسلامية فلا بد من الوالدين الاهتمام بتربية الأولاد والتوصية الأخرى هو حث الشباب على الدراسة المجال مفتوح هنا للشباب في الدراسة وكما تعلمون أن الأجواء هنا ميسرة للطلاب في استمرار بالدراسة والنيل لمبتغاهم والحصول على الدرجات العليا في العلم وإذا حصل أحدهم على الدرجة العليا في العلم في مختلف المجالات فيكون فخرا أولا له ولعائلته ولمذهبه ولدينه والتوصية الأخرى هو عدم مخالفة القوانين في البلدان التي يسكنونها مخالفة القوانين في مثل هذه البلدان لا يجوز لأن مخالفة القوانين هو سوف يسيء إلى المذهب والدين وفي الختام أود هنا أن أشير إلى مقام مرجعيتنا أن مرجعية الشيعة هي صمام أمان للطائفة مراجعنا العظام المراجع الواقعيين هم الذين حافظوا على هذا المذهب حافظوا على اعتدال هذا المذهب علماءنا العظام مراجعنا العظام يعيشون حياة بسيطة كأبسط طبقة من الشعب وعظمة مرجعيتنا هنا برزت في لقاء البابا مع آية الله العظمى السيد السيستاني ولما جرى اللقاء انبهر البابا بشخصية السيد السيستاني حفظه الله وهذا يدل على عظمة مرجعيتنا العليا مرجعيتنا الشيعية في العالم ولا بد لنا كشيعة كمسلمين أن نثمن هذا المقام العظيم وكما تعلمون أن مقام المرجعية مقام عظيم لأنه يكون المرجع يكون نائبا للإمام المعصوم وهم حصن للشعب حصن للدين والمذهب ولا بد لنا من الاحترام والأخذ بنصائحهم ونسأل الله تعالى أن يحفظ مراجعنا العظام ويوفقنا على السير بخطاهم إنه سميع مجيب وفي الختام نسأل الله أن يوفق العاملين في مؤسسة الإمام وعلى رأسهم أخي العزيز فضيلة السيد باقر الكشميري على جهودهم أن يوفقهم ويسدد خطاهم في خدمة الدين والمذهب والأمة الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.